تشرين الأول أكتوبر الوردي هو شهر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف أكيد بتودي لنتائج أفضل بزيادة نسبة العلاج. التفاصيل ضمن التقرير التالي. تشرين الأول هو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، واشتهر بالوردي لكونه اللون الذي يدعم من خلاله العالم المصابات بهذا المرض. اعتمد شهر أكتوبر أو تشرين الأول للتوعية بخطر سرطان الثدي عام 2006 في مبادرة عالمية، حيث ترتدي مواقع حول العالم اللون الزهري أو الوردي كشعار لها، كما يتم إطلاق حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض. في مطلع التسعينيات تم اختيار الشريط الوردي للدلالة على المرض وأصبح جزءاً من حملات التوعية. تشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 1.38 مليون إصابة جديدة بسرطان الثدي سنوياً، كما يقتل المرض 458 ألف إنسان في العام. ومع أن المرض يصيب النساء، إلا أن الرجال أيضاً معرضون له وإن كان بنسبة أقل. وتكمن أهمية الشهر الوردي برفع الوعي لدى السيدات حول طرق اكتشاف السرطان المبكر الذي تكون نسبة الشفاء منه عالية جداً في المراحل الأولى، فنسبة الشفاء من سرطان الثدي في الحالات التي تم اكتشافها مبكراً تصل إلى 98% وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. وتشارك الجهات المعنية في سوريا بحملات التوعية بالتوازي مع الحملات العالمية لتساهم في الحماية من مرض اكتسح العالم وتقديم الرعاية اللازمة لكل المصابات بالمرض. ولنحكي أكثر عن شهر أكتوبر الوردي، ولكن هالمرة من الناحية الاجتماعية. قد اليوم مهم الدعم النفسي والاجتماعي لكل الأشخاص اللي مصابين بهذا المرض من الأشخاص اللي حواليهم. صحيح، دائما نحن بنحكي عن الدعم النفسي رشا بكل الامراض، فما بالك بمرض السرطان وخصوصا السيدات اللي بيكونوا حساسين لهذا الموضوع، وخاصه وقت الدراسات بتقلك اليوم الناحيه النفسيه هي لها دور كثير كبير بالعلاج، وهذا الشيء بيخلينا وبيكون واجب علينا انه نوقف جنب كل الأشخاص اللي بيكونوا معرضين أو عندهم هاي الحالة. لنحكي أكثر عن الدعم النفسي والاجتماعي بحالات السرطان، رح يكون ضيفتنا لليوم رندا علي ديب، استشارية نفسية واجتماعية. يسعد صباحك رندا، وصباحك صح على طول. تسلمي، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. مثل ما كنا عم نحكي بالمقدمة، أهمية اليوم الدعم النفسي لكل المريضات وخصوصا يلي بيكتشفوا المرض بشكل مبكر أو حتى مفاجئ. خلينا نحكي عن أهميته أو كيف بينعكس هذا الشيء على صحتهم وأنواع الدعم. هلا دائما نحن بنكون في عنا فترة للتوعية، ولكن نحن بنحط فيها النصائح وبنعمل فيها توعية، ولكن هي لازم تكون بشكل يومي على مدار العام حتى تكون طبيعة حياة وطبيعة تعامل بين الأفراد. فما بالك لما بيكون الشخص عنده إصابة وتكتشفها بشكل مفاجئ، فنحن أول خطوات نحن نقول كيف نخبرها إن هي صار عندها هاي الإصابة أو هي في عندها مراحل معينة لحتى سواء علاجية سواء طريقة حياة معينة بدها تكون متغيرة. هاد كله بتبلش من الخطوة الأولى اللي نحن كيف بدنا نخبر المريضة فيها بهاي المشكلة. دائما هون بيكون الاولا كيف بنخبرها رندا؟ كون انت بلشتي باول تماما أول. دائما هون بيكون للاسف في عنا نوعين من الاطباء، هو دائما اللي بيكون او اللي بيكون بتلاقي في نوع من الاطباء فهنا ما بيخبروا المريض بشكل مباشر، بيخبروا الاهل او الناس اللي موجودين. هلا هاي شغله منيحه في حال كان المريضه شخص حساس انفعالي
واكيد حتكون هي هيك، لان اساسا صبعي. الاصابه بـ بـ بهذا النوع من الامراض في جانب نفسي بيلعب دور كثير مهم بالموضوع. في اطباء من النوع الثاني اللي هن ما بيعطوا اي اهميه للجانب النفسي، لكيف نحن نخبر المريض بمشكلته او بمرضه. للاسف مو بس عم نحكي بموضوع مرضى السرطان، عم نحكي بشكل عام، بيكون طريقه تبليغهم للمريض بالطريقه حتى وهن عم بيخبوا عليه عم تكون عم تعطي هاي الريبه، عم تعطي هذا الرعب، عم تعطي هذا الخوف اكثر ما انه لا تشرح بشكل واضح تماما المشكله. فهيك الافضل انها تنحكى بطريقه مبسطه، بطريقه وقبل ما نحكي بالمرض كمان نحكي نحن بالخطه العلاجيه انه نحن قد ايه نسبه النجاح بالايجابي، نقدم الايجابي كمان نريح الشخص بالايجابي، ولحتى نعطي هذا الدعم وهذا الدافع للمريضه ان هي يكون في عندها نظره ايجابيه للعلاج. دائما نحن عندنا هي المشكله بحياتنا الاجتماعيه اللي بيخبر ان كان مرض او كان باي حاله او كان خبريه. هي الخبريه في عندك ناس اختصاصهم هي القصه وبصير عندهم حرقص اذا ما هن خبروا اول حدا كان سيء او كان فرح، يعني فيا بيصدموك بتكون صدمه كثير قويه عليك والعكس صحيح. يعني حكينا نحن بطريقه تخبير، ودائما نحن لازم نروح للشيء الايجابي، نهون انه اليوم احنا عندنا مرض ولكن نسبه نجاحه او ان اليوم انك تشفي كثير عاليه، ونروح لشرح فيما بعد. خلينا نروح للدعم، وخاصه نحن اليوم ضمن شهر الدعم، قد ايه المفروض نحن كثير نضوي على هي القصه ونحكي اليوم رندا نحن كيف قادرين نقدم هذا الدعم؟ دائما الوسط المحيط بالمريضه هو الشخص الاشخاص هن الفعالين بهذا الموضوع. في خط كثير رفيع بين ما انا اقدم دعم من باب الدعم او باب الشفقه او من باب استسخف بالموضوع، انه في فئه من الناس انه تسخف بالمرض لحتى هي برأيي انه هي عم تدعم، فهذا لا بيعطي كثير من انعكاسات سلبيه على الحاله المرضيه. كمان انه نحن نكون من الاشخاص اللي دائما عم نعطي هاي النصائح انه لا ما بيصير تاكلي هيك، لازم تعملي هيك، هذا الشغل خففيه، هذا مثلا هذا الطبيب لا بدك تروحي بكير شوي. هاي اللي بتتلقاها المريضه كانه اوامر او كانه بيصير موضوع ضاغط. نحن بنتعايش مع الموضوع مثل اي مرض ثاني، ما بتكون هو النقطه الاساسيه المحوريه اللي بتغير الحياه، ولكن نتعامل معه مثل كانه ظرف صار طارئ على البيت كله، كلياتنا بنتعامل معه بخطه علاجيه واضحه بدون اي ضغوطات، بدون اي تعديلات جذريه، الا اذا كانت المريضه وصلت لمرحله هي فعلا ما لها قادره انها تقوم بنشاط. كثير مهم نحافظ على اذا كانت عم تشتغل نخفف ساعات العمل، ولكن يضل موجود هذا العمل، دائما نشغلها باشياء ايجابيه تضل حاسه بوجودها ويكون عندها هذا الامل والشعور بالانجاز ولو انخفض بطبيعه حياتها، ولكن تضل تحافظ عليه ليضل هذا البصيص الموجود انه انا الي وجود والي دافع لانه انا كمل بحياتي. دائما الأشخاص المحيطين سواء الزوج سواء الأب والأم سواء الأطفال هن العناصر الأساسية اللي بتعمل هاي التعديلات وهذا الدعم اللي بتخلي الحياة تستمر بطريقة إيجابية. طيب حكينا عن أهمية هذا الدعم والرسائل اللي ممكن نحن نوجهها للمريضة وخصوصا طريقة التبليغ، خلينا نحكي أيضا كيف نحن ممكن نهيئ هي السيدة للتغييرات الفيزيولوجية والنفسية اللي رح تصير معها. يمكن للأسف نحن بنعرف بروتوكولات العلاج هي شوي مختلفة وأثارها على الأجساد هي عم تكون مختلفة، يعني ممكن نحن بنعرف يكون في حالات لفقدان الشعر للتعب للشحوب، يعني حالة مرضية واضحة رح تكون. شو العبارات اللي نحن لازم نقولها للمريضة؟ كيف لازم نهيئها لهي المرحلة؟ دائما نحن بنعطيها اختيارات مفتوحة، نحن وقت اللي بنحط لها خطة العلاج فنحن عم نعطيها بحسب الدرجة اللي هي الإصابة اللي موجودة عندها، فنحن بنعطيها خطة العلاج كاملة مع آثارها الجانبية. فنحن بنقول إنه مرحلة من العلاج رح بيكون فيها تساقط شعر، بمرحلة تانية رح بيكون في تعب بالجسم، في شحوب، في نشاطات انت الافضل ما تقومي فيها لمشان مناعتك تضل على درجه معينه، في نوع اغذيه معين لازم تاكليها،
هي بتنحط بخطه كامله بتنعطى للمريضه لحتى هي تمشي عليها ضمن احتمالات. بس نركز على نقطه، في كثير اشخاص مشان يهولوا علينا الموضوع، خصوصا اذا بدي احكي اكثر شيء موضوع تساقط الشعر. يهونوا او يهولوا؟ يهونوا، ما انت يهولوا، يهونوا علينا. بس هي بتجي تهويل، بيقولوا لك انه لا، في كثير اشخاص اخذوا البروتوكول العلاجي او الجلسات الكيماوي او الاشعه ومهر شعره تماما، بعدين بتتفاجئ انه بتنصدم انه هر شعره. فنحن مع انه لا نخبرك، يعني ممكن يصير في ادويه في حاله تساقط في الشعر. ادويه حسب، قلت لك حسب درجه الاصابه وحسب درجه العلاج. في ادويه ما بتعمل تساقط شعر، بتعمل اعراض ثانيه. في ادويه لا بتعمل تساقط شعر وحسب بنيه المريضه، هل هي جسمها عندها مقاومه كافيه ولا لا. فنحن بنحط، قلت لك احتمالات مفتوحه. فانا بقولها للمريضه هذا من اعراضه الجانبيه لبعض الاجسام بنسبه مثلا 50% بتعمل تساقط شعر، بنسبه 50% بالثانيه يمكن ما تعمل تساقط. نفتح للخيارات تماما، ولا نحطها انه لا اجباري رح يهر الشعر، ونحطها اجباري انه ما رح يهر تماما. نعطي هذا الامل المفتوح انه هي تصير عندها امل انه انا اهتم بصحتي لحتى يكون اثر الدواء عندي ما له هالضرر الكبير. خفف تساقط الشعر، الرموش، الحواجب، هدول لسه اهم من تساقط الشعر. في عندك مرحلة ثانية اللي هي بتبطل المريضة تقدر تقوم بنشاطاتها الاعتيادية البسيطة، يمكن على صعيد طلع الدرج او على صعيد انها تهتم بحالها بحمام او بشيء. في بنهاية العلاج ممكن يكون في استئصال معين، كمان نحن لازم نحط لها الخطة التعويضية لبعد ان نحن ممكن نعمل عمل جراحي تجميلي نعوض الجزء المفقود من الجسم. هذا لازم نحط المريضة فيه بكل احتمالاته ونعطيها هي كيف تختار، هي كيف تختار الخطة العلاجية تبعها على المدى القريب والبعيد. ونحاول نساعدها في حال كان في غذاء معين لازم لتقوى مناعته، مو غلط ابدا كلنا نلتزم فيه بالبيت. وقت بيكون في نشاط هي ما بتقدر تعمله نحاول نعطيها النشاط اللي هي بتقدر تعمله وتنفذه بالبيت، وناخذ عنا مهام ثانيه لحتى نكون شخص مساعد نقدر تمشي بخطتها العلاجيه بدون ما تشعر بانها هي شخص عاجز او تشعر باحساس الشفقه. رندا، اليوم اي شيء بيواجهنا بحياتنا اذا ما كان اذا هربنا فنحن اكيد حنفشل. يعني اليوم احد او اساسات هذا المرض انك تواجهي ويكون الدعم، انت تدعمي نفسك، يعني الشخص يدعم نفسه والغير المحيط يكون الدعم ذاتي، ويكون انه انا اليوم شفنا حالات كثير. شو فيها؟ شفنا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم صبايا ما في شعر بعد فتره شفناهم تحدوا المرض ونجحوا بهذا التحدي، ولكن طالما نحن اليوم عم نتخبى وراء اسم ثاني بنقول هداك المرض، نحن لليوم نحن ما لنا قادرين نلفظه يعني. لا بالعكس، اليوم نحن صار في حملات توعية كتير كبيرة، وبنرجع بنقول الوضع النفسي هو أهم مراحل العلاج. فرندا شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمتيها، ونتمنى الصحة والسلامة لكل حدا عم بشوفنا ويمرق هذا الشهر بشكل كتير خفيف، ويخلوا كمان مثل ما قلنا دائما الأساس والدافع يكون منا نحن اليوم قادرين نواجه. أكيد دائما هون رشا بنرجع لموضوع الفحص المبكر وأهميته. الشهر كله شهر وردي يعني موجود لحتى يركز على هاي النقطة، أهمية الكشف المبكر. في كتير مراكز أكيد تباعا خلال هذا الشهر رح نضوي عليها، وكتير من الاختصاصيين رح يكونوا معنا لنضوي أكثر على هذا المرض وكيف نحن ممكن نتعامل معه. شكرا كتير لك يا رندا. شكرا لك. وأكيد بتشكرك رشا.